السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة تغيير الباسورد في الانستغرام، يعني الرقم السري. الكثير من الناس يسألني عن هذا الشيء وانا مسوي له شرح قبل كذا، لكن يقولون ان الاعدادات تغيرت وما نعرف ايش وما احنا عارفين الطريقة بشكل صحيح. طبعا الطريقة في طريقتين، الطريقة الاولى عن طريق التطبيق نفسه، والطريقة الثانية عن طريق الموقع الرسمي من جوجل. قبل لا ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناه. طبعا هذا حسابي في الانستغرام وتشرف بمتابعه الجميع، ومكتوب بالاسفل على الصوره بالاسفل. ندخل على الاعدادات، نضغط هنا، وبعد كذا ندخل على الاعدادات من الاسفل من هنا، وبعد كذا ندخل على خيار سكورتي من هنا. تطلع لك مجموعة خيارات. الخيار الأول يقول لك باسورد، لما تضغط عليه من هنا يقول لك سجل الباسورد الحالي، والخانة الثانية سجل الباسورد الجديد، وبعدها اكتب الباسورد الجديد مرة أخرى، وبعدها على حفظ. بس في نقطة مهمة لازم تعرفونها قبل لا تغيرون الباسورد. إذا كنت بتجرب يعني، أو إنك حاط باسورد معين يعني في كل الحسابات، مثلا حرف الأي، مثلا حرف الأي وأرقام مثلا وحرف الأي، إذا كنت بتغيره حط ببالك إنك ما تقدر ترجع للباسورد القديم أبداً. الانستغرام إذا حفظ باسورد معين ما تقدر ترجع له مرة أخرى. والبعض يقول لك أنا ما أقدر أغير الباسورد، كل ما أغير الباسورد يطلع لي كلام بالإنجليزي كذا. الباسورد ما تقدر تسجل أرقام متسلسلة ولا أرقام متشابهة ولا حروف متشابهة، لازم حرف أو أرقام مختلفة يعني. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من جوجل نفسه، تدخل على سفاري أو من أي متصفح، تكتب في البحث انستغرام تسجيل دخول، تطلع لك هذه الخيارات. ادخل على الخيار الأول، وبعد كذا نضغط هنا نسيت الباسورد أو نسيت كلمة السر، وبعد كذا تكتب هنا الإيميل أو اسم الحساب، كمثال اسم حسابي، وبعد كذا نضغط على ارسال رابط. يقول لك ارسلنا لك لهذا الايميل الموجود بالاسفل. طبعا تفتح البريد وراح تجيك رساله بالشكل هذا. كل اللي عليك تسويه انك تضغط على هذا الخيار من هنا، وراح تفتح لك صفحه تسجل فيها الباسورد الجديد وتعيده ثاني مره وتضغط على اوكي من هنا. اتمنى الشرح كان واضح. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمه. مشكورين على المتابعه، فامان الله.